صباح الخيرات عن جديد. رح نبلش بتاني فقرات حلقتنا لليوم. وجود اللون الأخضر بحياتنا كتير ضروري وأساسي، وهو كمان بيمثل أكبر دلالة للطبيعة. هذا الشيء اللي بيعطي طابع للحياة وبيحسن الحالة النفسية للأشخاص وبيمتص الطاقات الإيجابية بالمحيط مثل ما بتقول الدراسات. تماما يا ميشا، لهيك قديش مهم نحاول نحيط حالنا بهاللون حتى لو ما كنا مستقرين بمكان مليان أشجار وورود، وفينا نعوض هالشي بوجود مساحات خضراء ببيتنا حتى نعرف كيف ممكن نستغل هالمساحات بأشياء حلوة ونظيفة، ونعرف شو هو الديكور البيئي والأكثر تنسيقاً وبيعطي طاقة إيجابية. صارت معنا المهندسة المعمارية فرح الحجل اللي حتخبرنا تفاصيل أكثر عن هالموضوع. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخيرات فرح، أهلا وسهلا فيكي معنا. صباح الطاقة الإيجابية لليوم. صباح الطاقة الإيجابية، ولابستلنا أخضر تماما، جايتكم بيستاش بس إنه قريب على الأخضر. أهلا وسهلا فيكي. يعني بدنا نحكي عن موضوع عن جد هو كتير مهم، الطاقات الإيجابية. نحن كتير كتير بحاجة لها، خاصة إنه ظروف كتير صعبة، الأشخاص عم يعدوا ببيوتهم، بس بتحس إنه حتى البيت هو عم يغم على قلبه للواحد أكثر. فلا، نحن نحاول نكسر هذا الروتين يمكن يلي موجود بالبيوت. ولكن بالبداية خلينا نعرف مصطلح الديكور البيئي لكل الأشخاص اللي عم يشوفونا. هلأ نحن بالبداية تعلمنا بالجامعة أنه نحن نوظف الجمال، نعمل له توظيف صح، بس بعدين بعد ما نحن هلأ صرنا بحاجة طاقة إيجابية بحياتنا، الصح أنه نحن نوظف الجمال، نعمل له توظيف صح، بحيث أنه يريح الأشخاص جسدياً، وهلأ جديد نريح الأشخاص نفسياً. أوكي. بحيث أن نحن نكون مرتاحين بالمكان. كيف نكون مرتاحين بالمكان؟ بدنا نشوف الشمس، الرياح، توزيع الفراغات، الأشياء الأشكال بسيطة. نحن ما بدنا نروح يعني العالم عم تروح على الفخامة بالتصاميم، نحن ما بدنا نروح على الفخامة، بدنا نروح على الشغلات البسيطة، بدنا نروح على المواد النظيفة، المواد البيئية يلي هي من الطبيعة. يعني هو أي شيء عم يصير هلأ بالعالم، أي شيء نحن بنرجع للطبيعة وبنرجع لقواعد الطبيعة وبنرجع منطبقه على حياتنا قد ما تطورنا التكنولوجيا. تمام. فنحن إذا رجعنا للطبيعة بنلاقي إنه إحنا عنا اللون البني، اللون الأخضر، الخشب، الخشب الطبيعي اللي معنا معالج كتير، معالج بس بطريقة إنه نحن نقدر نستخدمه. تمام. الخضار، النباتات، الألوان، فهي كلها تام نستخدمها نحن بالفراغ الداخلي. تمام. قديش مهم عن جد فعلاً إنه نستغل هالمساحات ببيتنا ونمليها شغلات كتير حلوة مليانة طاقة إيجابية. كيف ممكن أعرف استغل هاي المساحة وين ممكن تكون؟ تماماً. هلأ نحن بالبيت فينا أول شيء نعتبر إنه شروق الشمس وغروب الشمس، نحن مثلاً أكثر جهة بسوريا نحن عنا هي الجنوب الشرقي، هي أكثر جهة فيها طاقة إيجابية. بالنسبة لهي الجهة نحن منروح منحط فيها المواد اللي هي بتعطينا الطاقة الإيجابية، منحط مواد خضراء، منحط ألوان بتعطينا هي الطاقة اللي هي من الطبيعة. مثلاً نحن عنا الجهة الشمالية بالبيت، هي الجهة مثلاً هي جهة باردة، جهة سلبية حتى، فنحن منحاول نستغلها بالرجوع للطبيعة اللي هي لونها أزرق، نحن الجهة الشمالية بالحياة. تمام. فنحن منحاول نستغلها باللون الأزرق. فينا مثلاً بغرفنا المرايا مثلاً، هو موضوع كتير متشعب بس أنا رح أحكي عنه بس هيك ببساطة. المرايا استخدامها كتير مهم، ما لازم يكون عنا مرايا مكسرة بالبيوت، ما لازم يكون عنا مرايا بوجهنا نحن وقاعدين، لازم يكونوا هن أخدين جوانب. تمام. مداخل بيوتنا ما لازم يكون فيهن مرايا، غرف نومنا ما لازم يكون مرايا تطلع طاقتنا لبرا من الغرفة، ما لازم تكون مقابل للشباك يعني. نحن فينا نستخدم المزروعات حتى بطريقة تعطينا كتير طاقة إيجابية، حتى بالمكان بغرفة المعيشة. غلط كتير إنه نحن نحط المزروعات أصلاً بغرفة النوم. تمام. فلازم نحن نستغل غرفة المعيشة وطاقة الشمس فيها. الرياح بسوريا مثلاً هي من الغرب للشرق تقريباً، الجنوب الغربي تقريباً. فمنحاول نحن الأشياء اللي بتطلع ريحة بالبيت نحطها مثلاً بالجهة الشرقية الشمالية. تمام. بحيث إنه بتفوت الرياح وبتطلع كل الرياح. هذا الشيء بيعطي استقرار بالبيت. نحن لازم نعرف انه مساحاتنا قد ما كانت صغيره، هلا نحن بيوتنا هلا بيوت كلاسيكيه تقليديه، قد ما كانت مساحاتنا صغيره لازم نستغل انه نحاول نضيف مثلا زريعه صغيره، نحاول البرنده تبعنا نعتني فيها مثلا بطريقه تفسح مجال انه نحن نتصل مع الخارج. الشخص بحاجه انه يحس باتصال
مع البرة يعني، حس انه هو موجود بالطبيعة ومتصل معه، ما بيحس بالكآبة اذا معزول بالبيت لحاله. طيب ما انه حكيتي عن المزروعات اللي هي شيء كتير مهم انها تكون موجودة بالبيت، ولكن لازم نعرف المكان الصح انه نحن نحطه فيه لحتى فعلا هي تكون عم تعطينا طاقة ايجابية وتحسسنا هيك بانه نحن كسرنا روتين الديكوري اللي موجود بالبيت. وين الاماكن الصح اني احط فيها مزروعات؟ اكثر مكان صح هو بمكان يكون فيه شمس. نحن ما لازم في نباتات، اكيد في نباتات ما بحاجة للشمس، بس كطاقة ايجابية لازم تكون النباتات محطوطة بمكان الشمس. تعطي هي اول شيء مشان الاكسجين، عملية التركيب الضوئي لازم تكون بغرفة معيشة. اذا غرفة المعيشة نحن عنا اياها بالجهة غربية، جهة شمالية مثلا، تمام، ما فينا يعني بنحط فيها بنحط فيها نباتات، بس مشان نحن نكسر غرفة المعيشة الطاقة السلبية اللي فيها، ما بصير هي تكون بالجهة الشمالية، بس نحن ما فينا انه يعني نتحكم بهذا الموضوع. فإذا بيوتنا هيك فنحن مثلا بنحط زريعة بغرفة المعيشة، بس ما بنقرب على غرفة النوم لأنه مؤذية للصحة إذا كانت بغرفة النوم. إذا مثلا نحن غرفة النوم بدنا نحط فيها شيء مثل المزروعات، نحن فينا نرجع لألوان الطبيعة، ألوان الباستيل، يعني فينا نحط من اللون الأخضر، اللون البني، مو اللون بحد ذاته، ألوان الباستيل، التدريجات الناعمة منه. تمام، تكون صناعية بس ما أنا طبيعية. لا صناعي ما نحط. هلأ هي الصناعي ما أنا مؤذية كطاقة إيجابية، بس نحن هلأ بهذا الوقت أنا مع أنه نحن نستثمر أكثر، يعني أنا مع أنه برنداتنا حتى فينا نعمل عليها مثل زراعة بسيطة، ممكن نزرع بندورة. برتقان، يعني ممكن هلا بوضعنا الحالي مو غلط انه نحن نتصرف اذا في مساحات، ليش لا، حتى على البرنده يعني هلا صاير طالع انه مثل احواض صغيره، في هدول بيعطوا طاقه غنى ووفره النباتات المثمره، فهي كتير شغله ممتازه. كان بدي احكي اكثر عن انواع المزروعات. في كتير ناس بتقول لك مثلا الصبار بالبيت مو منيح، في ناس بتقول لك مبلا. شو هي انواع المزروعات اللي لازم استخدمها تعطيني طاقه ايجابيه، وشو هو العكس؟ هلا بما انه ذكرتي الصبار، اول شيء الصبار ممنوع منعا باتا بالبيوت. ليش؟ هو لانه نرجع للطبيعه كمان مثل ما بلشنا البدايه، هو وين بينما بالصحراء، عند البور، بالاماكن الوحشه الاماكن بتخوف، فنحن يعني هو بينما بهدول، ليش لنجيبه على بيوتنا؟ فهو بيجيب هي الطاقه يلي هو اصلا عم ينمى فيها. نحن بنجيب الشغلات اللي بتنمى يعني نرجع لطبيعتها، هي وين بتنمى؟ بالاماكن اللي فيها طاقه ايجابيه، اللي فيها الشغلات اللي نحن بنتمناها. نحن بنتمنى الصحراء بنجيب الصبار لعنا، ما في شكل. ما في ايش، تخيلي هلا مثل الاحواض الصغيره تبع الفلافله اللي كل وحده لونها، هدول ممتازين بوضعنا الصغير اللي عن جد الليمون الصغير، هدول اللي موجودين فعن جد بيعطوا طاقات ايجابيه كتير حلوة. أخطاء شائعة إذا فينا نقول وقت تفوتي على بيت بتقولي إنه كتير غلط كانوا يعملوا هذا التفصيل بالبيت، بتشوفيها شو هي الأخطاء؟ مثلا نحن فتنا من باب البيت، هلأ كتير دارج إنه طاولة السفرة قدام باب البيت، هاي غلط، تفضل كول على السريع. كتير سيئة كطاقة، هي كديكور حلوة بس كطاقة هي كتير سيئة. طب ليه؟ لازم هي لأنه ما بصير يكون مكان الطعام على الدخول. لازم يكون نحن عنا بالدخول شيء بيبعث للبهجة، يعني هو مكان الطعام هو خصوصي للطعام. أوكي. صح. لازم نجيب شيء بيبعث للبهجة، مثلا ممكن نحط ألوان ترابية، ألوان بيج، حتى ما يكون شغلات مزركشة. ممكن فينا نحط مراية ما تكون بوش الباب، تكون هي جانبية وما تكون مكسورة أبداً، أي كسر هو كتير شيء سيء يعني، وما تكون أشكالها ما تكون أشكالها غريبة يعني. فلازم يكون مدخلنا لما الواحد بيفوت عليه بنشرح قلبه، يكون في لون أخضر، في نباتات، يكون في خشب نظيف، أنواع الخشب اللي تعطي شعور بالراحة. تماماً، تعطي شعور بالراحة. وفوتة البيت هي كتير مريحة. في عنا مشاكل مثلاً حمامات أو المطابخ، إذا بنستخدم فيهم سيراميك أزرق أو أي شيء من درجات الأزرق، منلاقي أنه عنا مشاكل صحية دائماً. أوبس. والحنفيات عم تشرشر دائماً. هي دراسات كاملة لازم دراسات نعملها، دراسات طويلة هي بتأثر موضوع بحياتنا الاجتماعية أو لا. تماماً، موضوع طويل كتير هو، بس هي هيك بالمختصر. فلازم نستخدم بيج، بني، مو أنه بني يعني ألوان هيك خفيفة يعني. تماماً، نيود أكتر. تماماً. يعني هلأ أصلاً هو دارج هي الألوان. تماماً، هي دارج من الروج وأنت رايحة. صح. هلأ هو هلا هو لانه العالم كله متوجه على انه نحن نحافظ على الطبيعه، نحافظ على حالنا، فعم نتوجه لمواد الاستدامه. تمام. المواد الطبيعيه، حتى نحن بسوريا كثير مشهورين
بالحجر التدمري، الحجر الحيباني، هدول نحن عناها مواد طبيعية ممتازة، فلازم نستخدمهم وما نستخدم مواد صناعية موجودين عنا، وبلدنا كتير غني بهدول الشغلات. تمام فرح، شكرا كتير على وجودك معنا لليوم على المعلومات اللي قدمتيها، وبحلقات قادمة إن شاء الله بنحكي تفاصيل كتيرة. عجبتني فكرة السيراميك الأزرق، هو شكله بغطي على القلب، بتضل حنفيات مكسورة، فكيف فرحان كأساته أكيد بنحكي بهذا الموضوع. شكرا كتير لإلك، شكرا كتير لإلك، وبسطت فيكم أهلي. هلا.